تحدثنا عن السيموس وعن دوائر السيموس وكيفيه تصميم الدوائر المنطقيه او البوابات المنطقيه باستخدام السيموس وايضا عرفنا كيفيه تصميم اللوجيك function اي لوجيك فانكشن ممكن ان تعطى انه باستخدام ترانزسترات او باستخدام تكنولوجيا السيموس اليوم راح ناخذ الجزء الثاني او النوع الثاني من التكنولوجيا اللي يقوم عليها هذا الفصل واللي هي ال TTL circuits ال TTL هي اختصارا لترانزستر ترانزستر لوجيك هي تقنية تستخدم الترانزستورات لتصميم الدوائر او الدوائر او الوظائف المنطقيه طبعا الـ الـ يعني الترانزستور الرئيسي المستخدم في هذه السيركتس في هذه الدوائر هو البايبولار جنكشن ترانزستور البي جي تي هو هذا الاكتف سويتشنج اليمنت اللي موجود بالتي تي ال سيركتس فنتعرف على التي تي ال سيركتس وعلى البايبولر جنكشن ترانزستور البايبولر جنكشن ترانزستور مثل ما نعرف اللي هو الشكل مالته واضح امامكم يتكون من ثلاث اطراف الـ البيس والكولكتر والإميتر طبعا هذا الترانزستور يحتوي على تو junctions او مسارين المسار الاول او الجانكشن الاول يسمى بالبيس اميتر جانكشن والمسار الثاني يسمى بالبيس كولكتر جانكشن ولذلك هو بايبولر ثنائي المسارات او ثنائي الربط المسار الاول بيس اميتر والمسار الثاني البيس كولكتر تمام هذا شلون يشتغل ترانزستور هذا الترانزستور مثل ما نعرف يشتغل انه اذا كان عندي هذا البايبولر جنكشن ترانزستور مربوط هنا مع مقاومه ومربوط بين الفي سي إذا كانت فولتية البيس هي أكبر من فولتية الإميتر بمقدار 0.7 فولت يعني اذا كانت البيس فولتيه البيس اعلى بمقدار 0.7 فولت من فولتيه الاميتر او اذا كانت خلينا نقول اذا كانت فولتيه البيس هي هاي فهذا يعني انه هذا الترانزستور هو اون وطبعا وهنا تيار كافي يمر في البيس فالترانزستور هذا راح يكون اون معناه شنو هنا هذا الاون معناه انه هذا الترانزستور راح يكون هو عباره عن كلوزد سويتش ما بين الكولكتر والاميتر ولذلك يوفر مسار من البي سي سي الى الجراوند مباشر حتى يمر تيار نسميه تيار الكولكتر وممكن تمثيله بكلوزد سويتش لاحظ في هذا التمثيل السيركت كلوزد سويتش كانما سلك او يعني سويتش مغلق ما بين البي سي سي والجراوند اما اذا كانت فولتيه البيس هي اقل من فولتيه الاميتر او هي اعلى من فولتيه الاميتر باقل من 0.7 فولت او اذا كانت فولتيه البيس خلينا نقول انه هي لو مقارنه بالاميتر فهذا معنى انه هذا الترانزستور هو اوف وإذا أوف وبما بما بما يمثل open سويتش ما بين الكولكتر والإمتر وممكن تمثيله بهذا الشكل أنه راح يكون عبارة عن مفتاح مفتوح open switch ما بين ال سي وال ground إذا كاختصار أو كسمري ملخص للموضوع أنه البيس إذا كانت هاي فالترانزستور اون والبيس إذا كانت لو فالترانزستور اوف تمام؟ زين على هذا الاساس خلينا نجي نصمم اول دائره او اول بوابه منطقيه او دائره تي ال تخدم او تعمل عمل البوابه المنطقيه فاول دائره نصممها هي الانفرتر او بوابه النوت هذا هو شكل السيركت للتي ال باستخدام الترانزستورات المختلفه ترانزيسترات هذه المرقمه Q1 Q2 Q3 و Q4 واللي راح تعمل عمل الانفيرتر طبعا ترانزستور هنا Q1 يسمى بالانبوت كابلنج ترانزستور والديود ايضا هنا D1 يسمى بالدايود آه بالانبوت كابلنج دايود وترانزستور هنا Q2 يسمى بالفيس سبلتر والكومبينيشن مع ترانزستور Q3 و Q4 هنا يسمى يسمى هذا الربط الاوتبوت بالتوتن بول مثل ما عرفنا بالسيموس انه هذا اللي ترانزستورين اللي يوفر الاوتبوت الكيو 3 الكولكتر مالته مرتبط بالاميتر مال الكيو 4 وماخذ الاوتبوت من منتصفهن فيسمى هذا الشكل بالتوتم بول هذا شلون يشتغل السيركت هذه شلون تشتغل كانفرتر خلينا نشوف اذا كان الانبوت هاي اذا اجاني الانبوت هاي لاحظ هنا الكيو 1 شلون مربوط الانبوت مال السيركت هو الانبوت مال الكيو 1 وين مربوط؟ مربوط على الاميتر مال الكيو 1 فاذا كان الاميتر مال الكيو 1 هنا هاي فهذا معناه انه الاميتر البيس اميتر جنكشن مال الكيو 1 هو ريفيرس بايز والبيس كولكتر مال Q1 هو فورورد بايز يعني الـ الـ اذا كان الانبوت هاي فالبيس تو اميتر جنكشن مال كيو 1 هو منحاز عكسيا يعني مغلق طافي اما البيس اما البيس كولكتر جنكشن هو يعني منحاز الى الامام فورورد بايز وهذا معناه انه هنا اكو مسار مفتوح ومسار سالك فلذلك تيار يمر راح يمر تيار من الفي سي سي عبر الار 1 من خلال البيس تو كولكتر جنكشن الى البيس مال كيو 2. طبعا هذا التيار معناه شنو؟ معناه انه البيس مال كيو 2 راح يكون هاي مرتفع فلذلك الكيو 2 ايش راح يكون؟ راح يكون اون زين اذا الكيو 2 اون فمعناها انه وفر لي هنا كلوزد سويتش ما بين الكولكتر وما بين الاميتر بمعنى اخر وفر لي كلوزد سويتش ما بين ال 2 وال 4 فلذلك راح يمر تيار من ال VCC عن طريق ال 2 ويوصل الى البيس مال ال Q3 طبعا من وصل البيس مال ال Q3 هنا راح يشغل لي اياه لان هنا هاي على البيس مال ال Q3 فاذا ال Q3 راح يكون اون بنفس الوقت البيس مال ال Q4 هو مرتبط بهذا الجنكشن بهذا الـ 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 بهذه النقطه هذه النقطه اذا ما اذا كان Q2 اون فالفولتية الموجوده في هذه النقطه هي اقل من ان تجعل من الـ, الـ Q4 اون فلذلك الفولتية مال البيس مال Q4 في هذه النقطه راح تكون قليله جدا ليش لان انا لاحظ انه ما دام تيار يمر في مسار آه سالك هنا الفولتية في أي نقطة في هذه المسار راح تكون واطئة قليلة تمام؟ لأن المسار سالك نعرف إحنا الفولتية في السلك هي هي معدومة تقريبا فبالتالي الفولتية الموجودة مع البيس مع الـ Q4 هي قليلة ولذلك الـ Q4 راح يكون off طيب إذا Q4 off q 3 on هنا الأوتبوت من راح ينوخذ؟ طبعا الاوتبوت هنا ما دام هنا المسار مقطوع ما بين يعني من الفي سي وعندي مسار سالك من الجراوند اذا الاوتبوت ايش راح يكون؟ راح يأخذ من الجراوند لان هناك كلوزد سويتش صار فراح يؤخذ من الجراوند وراح يطلع الاوتبوت لو هذا في حاله اذا كان الانبوت هاي تمام اما في حاله اذا كان الانبوت لو فاللو على الانبوت وهنا البيس تو اميتر جنكشن اذا اجت عليه لو فراح يكون فورورد بايز يعني منحاز الى الامام تمام والبيس تو كولكتر جنكشن راح يكون بايز اي راح يكون مقطوع هذه الحاله راح توفر لي تيار يمر عبر الار 1 ولكنه يمر عبر البيس تو اميتر جنكشن الى الانبوت يعني ليش لان التيار ياخذ اسهل مسار واسهل مسار حاليا هو متوفر لي هو باتجاه اللو اللي هو باعتبار مثل بوتنشال جراوند هنا زين فهنا التيار راح يطلع لي من الانبوت يعني باتجاه المعاكس ما راح يمر لي من هذا المسار ما دام اكو هذا المسار مفتوح اللي هو البيس تو اميتر جنكشن فراح يمر التيار عن طريق الار1 الى البيس تو ويخرج الى الانبوت مجذوبا باللو اللي موجوده هنا اللي وكانما تظهر كانما هي بوتنشال uh, جراوند تمام ما دام التيار كله مر من هذا مر من هذا الجنكشن وماكو تيار مر من البيس تو كولكتر جنكشن فمعناها هنا البيس مال كيو 2 ما عليها تيار هنا التيار المار صفر واذا التيار المار صفر فالفولتيه مال البيس مال كيو 2 هي صفر هذا معناه انه البيس مال كيو 2 لو اذا الكيو 2 هو اوف تمام زين اذا ال Q2 اوف معناها هنا هذا مغلق اي هو open switch اذا open switch معناها ال Q3 البيس الفوتيه مال البيس مالته لو لان هنا مقطوع السويتش switch ماكو مسار يسري به التيار حتى يشغل ال Q3 فاذا هنا ال Q3 هو اوف تمام اما ال junction اللي موجود البيس مال ال Q4 اللي اللي موجود بهذا الجنكشن، هذا الجنكشن شو راح يكون؟ بما انه الكيو 2 اوف فهذا معناه انه هذا الجنكشن راح تكون الفولتيه به هاي الهاي في آه في هذا الجنكشن معناها هاي في البيس مال الكيو 4 يعني معناها البيس مال مع الكيو 4 الفولتيه مالته هاي اذا البيس مال الكيو 4 الفولتيه مالته مع هاي معناها الكيو 4 هو اون تمام؟ لان راح يمر التيار من الفي سي الى الـ الـ مباشره الى البيس مال الكيو 4 وما راح يعني ما راح يستمر الى الكيو 2 لان هنا الكيو 2 مقطوع تمام فاذا الكيو 4 راح يكون اون اما الكيو 3 فراح يكون مغلق المسار هنا ليش؟ لان هذه اوبن سويتش هنا هذا مغلق فاذا ماكو فالتيار يمر هنا بالبيس مال الكيو 3 فاذا الكيو 3 راح يكون اوف بما انه المسار للجراوند انقطع وعندي مسار سالك من الفي سي سي اذا التيار راح يمر من الفي سي عن طريق r 3 ويخرج من الاوتبوت وهذا معناه انه الاوتبوت راح يكون هاي هنا بعض الملاحظات الخاصه بالتي تي ال انفرتر مثلا عندي انا هنا الدايود دي 1 شنو فائدته؟ فائدته انه هذا الدايود يمنع الاشارات النيجاتيف سبايك الاشارات السالبه من انه آه يعني تظهر على البيس اميتر جنكشن للكيو 1 يعني حمايه للكيو 1 اما الدايود دي 2 هنا فهذا الدايود آه هو يوفر فولتيه اضافيه بالإضافة إلى فولتية البيس تو إمتر جنكشن مال الـ Q4 حتى يضمن أنه الـ 4 يكون طافي في حالة كان الـ Q2 on تمام؟ شلون هذه الحالة تصير؟ يعني إذا كان الـ Q2 on فالتيار راح يسري من الـ R2 مباشرة يروح للبيس مال الـ Q3 هذا راح يشغل الـ Q3 زين الفولتيه هنا راح تكون مال البيس مال q 4 اللي هي بالضبط اللي هي الفولتيه اصلا مال الكولكتر مال الكيو 2 راح تكون مساويه تقريبا للـ 0.7 فولت تمام هذه الفولتيه البيس مال q 4 اما الفولتيه اللي هنا احنا قلنا إنه الترانزستور هذا الترانزستور يشتغل اذا كانت فولتيه البيس هي اعلى من فولتيه الاميتر بمقدار 0.7 فولت تمام اذا كانت فولتيه البيس هنا 0.7 فولت هنا هذا الدايود ايش راح يوفر لي راح يوفر لي فولتيه اضافيه تضاف الى فولتيه البيس تو اميتر جنكشن تمام هذه الفولتيه راح يكون مقدارها فولتيه البيس تو اميتر زائد فولتيه الدايود وبالتالي تجعل من الـ 0.7 لا تستطيع تشغيل الكيو 4 اذا كان الكيو 2 اون تمام تضمن انه الـ Q4 يكون off في حالة كان الـ Q2 on اما اذا كان الـ Q2 off فهنا الفولتية راح تتجاوز هذا المقدار بكثير وبالتالي ترانزستور Q4 راح يكون on تمام طيب هذا الانفرتر احنا شفناه خلينا نشوف الناند جيت gate لون تشتغل الناند جيت لو نلاحظ هسه هذه السيركت مال الناند جيت هي نفسها هي نفس السيركت مال الإنفيرتر لكن تختلف بوجود هنا هذا الترانزستور Q1 إلى اثنين اميترات ملتيبل اميتر واحد يمثل انبوت A واحد يمثل انبوت B لان اكيد احنا بعد من غير الانفرتر بغض النظر عن الانفرتر احنا نحتاج الى تو انبوتس فهنا هذا الملتيبل اميتر هذا تشكيل خاص حتى يوفر لي تو انبوتس وطبعا ممكن تمثيلهن ذني الاميترز ال2 اميترز ممكن تمثيلهن بهالشكل بالضبط وكانما هن انبوتين عليهن دايودات بهالشكل دي1 والدي2 والدي3 هو يمثل الدايود ال 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 اللي موجود بالكولكتر فهسه هذا شلون يشتغل كاناند جيت لاحظ هنا انه ال الانبوت اي والانبوت بي ايهما عليه لو سواء اجى لو على الانبوت اي فهذا معناه الانبوت اي هذا الاميتر راح يكون فورورد بايز والكولكتر راح يكون ريفيرس بايز فلذلك راح يمر لي تيار من الفي عن طريق هذا الاميتر واذا كان الانبوت بي هو لو فالتيار راح يمر لي عن طريق الاميتر مع الانبوت بي بالحالتين سواء اي واحد منهم إجا لو فهذا معناه انه الكولكتر مال Q1 هو ريفيرس بايز معناها انه راح يكون مقطوع واذا كان مقطوع فهذا معناه انه البيس مال Q2 راح تكون ما راح يمر تيار ما راح تمر بفولتيه اذا ال Q2 ايش راح يكون؟ راح يكون طافي طيب اذا الكيو Q2 طافي احنا نعرف انه اذا بعد صارت الكيو2 طافي معناها الكيو3 ايضا طافي لان هنا تي... هنا هذا بعد انقطع المسار فلذلك التيار راح يمر عن طريق هذا المسلك هذا المسار الى البيس مال الكيو4 وما دام مر تيار بالبيس مال الكيو4 فولتيه تولدت كافيه حتى تشغل الكيو4 اذا الكيو4 هو اون اما هنا البيس مال الكيو3 فهي ما عليها فولتيه هنا المسار راح يكون مقطوع فبالتالي Q3 راح يكون اوف. هذا معناه انه الاوتبوت راح يسحب من ال VCC عن طريق ال R3 وال Q2 بما انه كلوزد سويتش وعن طريق ال D3 وراح يطلع لي على الاوتبوت على شكل هاي. هذا في حاله اذا اجى لو على اي من الانبوتين انبوت A او انبوت B وبالتاكيد اذا لو موجود على الانبوتين اثنيناتهم يعني لو لو 0 0 فبالتاكيد نفس الحاله راح تكون حاله واحدة انه يتغير بها الاوتبوت اذا اجى الانبوت اي والانبوت بي ثانات هاي اذا اجى الانبوت اي والانبوت بي ثانات هاي هذا معناه انه هذا الاميتر مال انبوت اي هو كلوز هو عفوا ريفيرس بايز والاميتر مال انبوت بي ايضا هو ريفيرس بايز ثانات ريفيرس بايز اي ثانات مقطوعات هذا معناه انه المسار ما بين مسار البيس تو كولكتر جنكشن راح يكون مفتوح وبالتالي التيار راح يمر عبر هذا المسار متجه الى البيس مال q 2 واذا البيس مال q 2 مر بها تيار اذا الفولتيه مالتها ارتفعت وبالتالي راح الكيو2 راح يكون اون الكيو2 اذا اون هذا معناه انه راح تيار يسري آه, Closed switch راح يكون ال Q2 والتيار يمر من خلاله متجه الى البيس مال ال Q3 ولذلك راح يشغل ال Q3 راح يكون اون واذا آه بعد عرفنا احنا ان ال Q2 اون معناها ال Q4 هو هنا ما راح تمر به اي آه او فولتيتا ما راح تكون قادر على تشغيله لذلك راح يكون ال Q4 اوف هذه الحاله راح توفر لي مسار سالك من الجراوند آه الى الاوتبوت فلذلك الاوتبوت راح يظهر لي لو اخذنا هسه احنا الانفرتر تي تي ال انفرتر والتي تي ال ناند جيت خلينا ناخذ مفهوم ما يسمى بالاوبن كولكتر لاحظ هذه السيركت اللي موجوده امامك هنا ما موجود كيو 4 مشيول هذا ترانزستور موجود فقط الكيو 3 والكولكتر مال الكيو 3 سايب اوبن ما مرتبط الى شيء ولذلك هذه السيركت اسمها اوبن كولكتر طبعا هذا الاوبن كولكتر احنا هذا مرادف او مقابل اللي اخذناه بالسيموس موس سيركت واللي احنا اخذناه بوقتها اسمه الاوبن درين هنا أنا عندي لا اوبن كولكتر احنا دا نتعامل مع كولكترز ما راح نتعامل مع درينز هنا ترانزستور تكنولوجي تختلف فهنا ما راح يوفر لي طبعا هنا الاوبن كولكتر اذا عفته هيك لوحده ما راح يوفر لي الاوتبوت الطبيعي يعني فلذلك شو اسوي؟ انا احتاج الى ان اربط اربط الكولكتر مال الـ Q3 الى الـ VCC عن طريق مقاومه خاصه، هذه المقاومه اسميها الـ Pull-up وظيفتها هاي المقاومه توفر لي هاي اوت بوت لان هسه انا الكولكتر مال الـ Q3 مربوط الى الـ VCC عن طريق الـ Pull-up فهذه المقاومه هنا راح تضمن لي. اذا كان الـ Q3 اوف، فهذا معناه أنه عندي الـ إلى مسار سالك إلى الـ VCC عن طريق الـ Pull-Up Resistor أما إذا كان الـ Q3 On فهذا معناه أنه الـ Output راح يتوفر لي عن طريق الـ Q3 وأخذه من الـ Ground تمام؟ فهنا الـ Pull-Up Resistor توفر لي Output إلى الـ VCC لأن أنا ما أقدر أتعامل مع سيركت الـ Open الـ Collector مالتها Open هذا معنى الـ Open Collector Gate التراي ستيت تي جيت التراي ستيت احنا اخذناه بالسي موس التراي ستيت احنا اخذناه بالسي موس وقلنا التراي ستيت هو عباره عن جيت عادي طبيعيه لكن لها ثلاث حالات حالة هاي وحالة لو وحالة ثالثة سميناها الهاي زيت او الهاي impedance اللي بيها تكون يعني الجيت ما لها output تمام هذا هو انفرتر من النوع التريستيت هنا اذا كان الام ال enable اذا كانت عليه لو هنا لاحظ انه اضفنا ترانزستور اخر زين اضفنا ترانزستور اضافي يوفر لي الانيبل هنا الترانزستور او ال enable اذا كان لو فهذا معناه انه الكيو 2 ايش راح يكون؟ راح يكون اوف اذا كان الكيو 2 اوف معناها هذه السيركت تشتغل كانفرتر طبيعي يدخل لي انبوت هاي يطلع لي الاوتبوت لو مثل ما شفنا بال تي ال انفرتر اما اذا كان الانيبل هاي فهذا معناه انه الكيو 2 راح يكون راح يكون اون طيب اذا الكيو 2 اون معناها راح يوفر لي مسار سالك كلوزد سويتش يوفر لي مسار سالك من الفي سي سي الى الجراوند عن طريق الار 2 فبالتالي راح يمر التيار عن طريق الار 2 الى الجرا الى الترانزستور كيو 2 من خلال ترانزستور كيو 2 لانه هو كلوزد سويتش طبعا اخذها قاعده اذا الترانزستور هو اون فهذا معناه انه فولتيه الكولكتر راح تكون ضعيفه راح تكون قليله طيب لاحظ ان الكولكتر هنا مال كيو 2 بما مرتبط مرتبط بالسكند اميتر بالاميتر الثاني مال كيو 1 فاذا كان الكيو 2 اون معناها انه هذا الاميتر مال Q1 الثاني المرتبط بالكولكتر مال Q2 راح يكون لو لان يعني الفولتيه مالته راح تكون لو مثل ما شفنا ايضا بال 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 بالانفرتر وبالناند جيت انه هذا الكولكتر راح تكون الفولتيه مالته قليله لان يعني التيار راح يعني يمر ما يوقف عده وبالتالي ما تولد هنا أنا فولتيه فاللو فالسكند فال... ايميتر مال Q1 راح يكون لو اذا كان السكند اذا كان اي من مثل ما اخذنا بالناند جيت اذا كان اي من الاميترز اللي موجوده q 1 لو فهذا معناه انه راح يكون هذا الاميتر هو فورورد بايز واذا كان اي من الاميترز هو فورورد بايز فمعناها الكوليكتور راح يكون ريفيرس بايز يعني راح يكون مقطوع اذا اكو تيار راح يسري يعني لي انا منين من الفي سي سي الار 1 عن طريق السكند اميتر بهذا بهذا المسار وبهذا الشكل بما انه التيار كل مره من الاميتر وما دخل ابدا ما اجى تيار ابدا بالكولكتر مال كيو 1 اللي هو مرتبط بالبيس مال كيو 3 اذا التيار المار بالبيس مال كيو 3 هو صفر اذا البيس مال كيو 3 هي صفر اذا الكيو 3 طافي اوف بما انه الكيو 3 طافي اذا يعني هنا اوبن سويتش يعني ما راح يمر شيء للكيو 5 اللي هو البيس مالته مرتبطه بالكيو 3 فاذا هنا التيار المار بالكيو 5 ايضا صفر ما موجود تيار فاذا q 5 ايضا طافي طيب لاحظ انه البيس هنا مال q 4 هي مرتبطه بمن؟ ما مرتبطه بالكولكتر مال q 3 لا مرتبطه بالكولكتر مال الكيو 2 عن طريق الدايود هذا الدايود دي 1 واحنا قلنا انه الكولكتر مال الكيو 2 هو لو لان انا اشوف لاحظ صار هنا لو فاذا البيس ال ال مال q 4 ايضا راح يكون اللي راح يكون هذا الدايود ريفرس بايز فبالتالي انه البيس مال q 4 ايضا راح يكون لو فاذا كان البيس مال q 4 لو فهذا معناه الكيو 4 راح يكون طافي اوف طيب لاحظ هسه الاوتبوت هذا التوتم بول الـ الـ لا المسار للجراوند سالك لان هذا مفتوح طافي يعني ماكو اوبن سويتش ولا المسار للفي سي سي سالك يعني هذا طافي اوبن سويتش فالاوتبوت ايش راح يكون؟ هاي او لو؟ ما راح يكون ايهما الاوتبوت راح يكون ما نسميه بالهاي زيت والهاي زيت معناها انه الاوتبوت اصلا disconnected يعني مفت... معزول من, ال... من الس... هاي السيركت كلها معزوله لان ماكو اصلا لها output يعني ويمكن تمثيلها بهذا الشكل لاحظ هنا اذا هسه انا عندي سيركت من الفي سي سي للجراوند وهذه المقاومات و... من السي سي من الفي سي سي للجراوند هسه الاوتبوت هنا أه... لا هو مربوط للفي سي ولا هو مربوط للجراوند اذا هو disconnected اصلا أه... يعني الاوتبوت اصلا معزول ماكو اوتبوت فلذلك هي هاي الحاله الثالثه ولذلك احنا نسميه احنا هذا النوع من الجيتس نسميه بالتراي ستيت لان يطلع لي حاله ثالثه لا هي لو ولا هي هاي بل هي عدم وجود اصلا او هي انفصال الاوتبوت اصلا من السيركت وماكو اوتبوت راح يطلع عندي